تقريبا في منطقة البيدر في على الطريق الساحلي، شاهدنا جثامين شهداء ما يقارب 8 شهداء، قمنا بانتشالهم لكن جيش الاحتلال قام بإطلاق النار علينا، وبحمد الله تمكننا من انتشال جثامين الشهداء كما لاحظتم في المشاهد، وربنا يرحمهم إن شاء الله. ما يقارب 8 شهداء شاهدناهم شمال منطقة البيدر وجنوب منطقة البيدر، هناك جثامين شهداء على الطريق الساحلي وبالقرب من بحر مدينة غزة. الدبابات كانت متمركزة تقريبا شرق منطقة البيدر، هناك جنود الاحتلال كانوا متمركزون وقاموا بإطلاق النار على كل من يتوجه من المناطق الجنوبية إلى المنطقة الشمالية.